ابو ادريس الله يسهل وجبتي سير علينا وعلى الحباب كاملين يا اللي جاي عند وليداته الله يسخر ليه ويسهل عليه الله يسهل على الجميع الله تعالى يسخر الجميع عطينا الله واحد العام يكون مبارك مسعود يفرحوا فيهم ولي الخيل ويفرجوا الناس يكون نشاط ويشبعوا الخيل ربيع وكل شيء نشط والناس تفرح ونطلبوا من الله خير ورحنا في الخميسات سي عمر واللي ما عرفش الخميسات راه في المملكه المغربيه تبارك الله سي عبد العالي مرحبا سي عمر نهار كبير هذا الله يحفظك وين جيت وخليك هذا الوالد هذا امين اخويا فرحاني بزاف جيتي عندنا هذا النهار انت وبدريس ايوا نطلبوا من الله التيسير كبير هذا الله يحفظك راه مغيب راكم جايبين معكم الصابه ان شاء الله غيكون على الخير ان شاء الله على الخير ان شاء الله لا بدا ما يكون الخير ان شاء الله ان شاء الله يكون الخير والربح الله يسهل ويجيب التيسير الخيرات على حسابك ابو ادريس ياك الله يسهل ابو ادريس دخل للسوق تبارك الله على سي عبد العالي الله يبارك فيك اخويا عطاوك شي حاجه هنا ولا مازال اخويا؟ اه على الله اخويا عمر باقي على الله مازال على الله نطلبوا من الله تيس ما عجب ما نقول هذه نقول السمه ديال الهزل ما روحاتنيش روحاتنيش افتح الباب هو افتح الباب ماشي ايوا نطلبوا من الله تيس روحاتنيش كل روحاتنا ما نقول لك ابو ادريس الله يزيد يفتح لك باب الله يلي بيه شي من عب الصواب ما هو السلعه راه ماضيه سلعتك زوينه سلعتك معايا نمشي نعبر معاه ويخلصني ما كاين لا سير حتى الغدا لا بتغدى خلصنا غادي تضمن انا كنضمن لك ونكتب معاك كتابيا العيب ديالي الركوب نمشي نعبر معاك مع الخيل الله يسخر شحال كاين دابا؟ اه شحال عطاوك ابو ادريس؟ مليون و40 والله يسخر واصوب واصوب واشنو كاين تما المعلم؟ ما كاين حتى لعبه السلام عليكم كل شيء تابعي وشري معنا العود راه بحال كان عندك هذاك راه تادر واش جيت فيه وعود راه مركوب راه مغيز جدع زين ما خيبات حتى شي حاجه على الكولور راه عارف اش يعزي صبوا هذا العود هو هذا عطاك ابو ادريس وعطاونا مليون و40 الله يرجع هذا دابا عطاو مليون و40 مرحبا مال هذا الرجل هو اللي واقف معنا وحيد العجوة ها؟ ولدهم واه صراحة هي ولدهم حيد العجوة شحال صوم واه صوم شحال صوم؟ انت شحال قلت لهم ادريس؟ اخو ادريس عطاونا 300 اخويا وانت اش قلتي؟ وانا ما قلت والو انا ساهل تراك عارفني اخويا تبارك الله على اخويا مصطفى الله يسهل وجبتي حيد الله يسهل واش خرج مالك انت خرج ابو ادريس خرج ما تفوتش ستة ما تفوتش ستة لا 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 ما تفوتش ستة وانا راه ضيف عندكم اليوم اصحاب الخميسات ايوا مرحبا انت ضيف راه وليتي مول قبيله انت بقيتي ضيف حنا بانت لينا القضية هنا ما زكاش حنا جينا نزكيو مرحبا الله يحفظك عصابو معانا ايوا عطوني لا ما صلح والو الجر خاصني نشوف هذا العود اللي هو ما خدامش لينا يضع عليه الضجة خاصهم يديروا لي فيديو يوريو واش انت العود ديالك ما خدامش عارف انت لا هذا كان بيع لك انا نمشي معك حتى الدار دابا 300 عطاو لك قول لينا انت شاد وما نقول والو علاش ما تقولش نقولوا نقولوا لعب ديال الدراري نقولوا لعب ديال الصحيح عليك انا نحيا 300 اخويا مليون ونص ما بقاش يهضر يقول لي 40 زاد خطوه انا كنقتل فيه كتقتل فيه سيدي الله يرحم الوالد وقتلوني انا خويا انا راه دار بيضا دار بيضا مالي تا 300 ماشي ديالك الله يرضى عليك صافي وادريس اخويا الله يرحم الوالد مع 10 هو ماهوش ديالك حيد حيد يدك حيد يدك ديال هذاك الراجل ثم بيع وشريو معانا الله يجزيك بيع وشريو معانا اش قطعوا انت اشيدي انا باقي ما قاطعش اجدع هيك يعطوا فيه 15000 درهم اش قطع واش هذا العود ديال الثمن كي داير شري مسخر واش عطاوك عطاونا 350 350 تكل على الله سحرام ما كرهنا ما قطعنا والو باينه هادشي واحد راه ما يردح ما والو ما صاحبوش الجمرين على هاد
واش غنقطع على الخلطه ونقطع راه خاصني معامل جوج جورنيه تي ساعه وخلي هذا جوج عندك عمر وما وش ديالك اخويا عبد السلام ديالي والله ما هو الاول هو الاول هو الاول فاتونا هو الاول يلا ربعي من جي وكيجمع من جي وقول به البيع كنبيع المعقول والركوب وكلشي كيقول البيع اش غنقطع وقول انت ما عطيتينا والو جوج ايوا انت ماشي ديالك جوج ايوا اللي جا غير زيد قول انت تقول لي واش غاتجي عاد قول لي بشحال ما غتزيد لا ريال لا جوج صافي وصلتي جوج لا خويا شنو كاين في كاين تعليم اش بغيت تكون شاري مني كاع هاد الحباب الله يجا ربي يسهل عليك حنا جوج جوج هامي ها هو ايوا والله كنت صافي هادشي علاش قاني انت قلنا لي شحال وانتم ديروا العاود ثمن وراه عاد ديال مني والعاود خصو عاد عندك جلابه بعدا راه ما عندكش لورا ولا لا عندك على الجلابه حمر اليوم نقول لي واش لو كاين انا كنبيع الاوراق انا ما نحملهمش انا الخيط ديال الاوراق باش نعرفوا فين غادي يزيدوا 40 5 مليار عطاو 10 مليار هذا هو الراجل اللي كتبغيه لا 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 باش تفرت عليك الزوقه وحميده شحال وصل بدري باقي ما قطعش اخويا 500 اللي عطاونا جوج انا جيت لي 500 باقي ما قلنا لي معصوم على جوج قول 5 ولا 10 قول انت غنسمعهم فمك اخويا واش انا باغي نبيع انت دابا هضرتي 4 ونص اخويا هاي تفرتك الله يفرتك بابا خليه اللي شوف اللي قاد لي جات ايوا صح حنا زين زين عندك اخويا وراه العود غيشف علينا دابا شحال اللي تبتو معاك هاد الناس بدريس عطاونا جوج ونص سي عمر واسمحوا بدريس معنا قال لي 4 ونص ايوا نطلبوا من الله التيسير بارك الله اخويا الملاح
تبارك الله على خويا نبيل. الله يحفظك اخويا. تخيلت على حساب سعيد ياك. حساب سعيد. ابا سعيد اش عطاوك هنا ابا سعيد؟ 4.5 هذا. ياك. وهذاك شحال عطاو فيه؟ 8 عطاو 2 ملايين. هذا 4.5 هذا 2 ملايين. شحال السونس؟ والركوب اخويا عمر الركوب. اوكي شي شروط ابا سعيد. الشروط. ياك ابا سعيد. شي كوب الحماق. ياك اخويا. الليسانس و تبيع. والبيع شحال؟ مازال ما قلتي لي شحال البيع؟ وسليماني شحال البيع ديالو؟ ثلاثة. هذا قطعوا بسبعة الدهم وسليماني قطعوا بثلاثة تبارك الله. هذا عمي الدهم قال لك عطاو فيه 4.5 وبغى فيه سبعة، وهذا عطاو فيه 2 ملايين بغى فيه ثلاثة. هادشي اللي كاين عمي. الله يسهل وجبتي سير. عجبني هادشي ابا سعيد كاين مليح تبارك الله. الله يسهل عليك اخويا، الله يسهل على جميع أمة محمد. أنا تبارك الله. ربيع اخويا ربيع. كيما شتو هو كيقول لهم سبعة وهذا كيقول فيه ثلاثة. سيرو نطالبوا من الله التيسير الجميع. ديالنا القديم هو هذا. او سي عمر. او بدري. كانوا ثلاثة الناس اللي كانوا هنا، الحسن وانا وبرطار. وبطار. وبطار ايوا منشور. وتحية لزهير. منشور. مولاي ادريس راه كبر معانا وضرب معايا البارود في السطات مع زهير. لا لا بغيت نقول لك واحد الحاجة واسمح لي. عقلتي ملي كنا جالسين في البروم. ما كاين عالك صباح خدام. والليل وما طال وحنا خدامين. كاين النشاط لما كاين. مرحبا عمي ادريس مرحبا دنياني ما كاين. سير كب يركب عليه غير كب يركب مولاي ادريس. يركب عليه يركب على الدهب. عطينا عاود يركب واه سعيد. عطينا عاود يركب على الدهب. واتار سامن الشحيطه. ودي ليا وعودوا فلوسا وعودوا فلوسا. اوكي نضرب بادريس وخاصك تضرب علينا بشي ركبة بادريس. كلشي زين الحمد لله. الله الله مرحبا اخويا المقصود. تم في بلاصتو تم في بلاصتو. الله يسهل ابو ادريس. هذاك لقونا فيه 1,20,000. ايوا ايوا عندك عطونا فيه 1,20,000. اييه هذاك عطاونا فيه 3 ملايين. هاك شد هذا عطاو فيه 3 ملايين دابا. وثلاثة اخوان العربي والركوب ديال بصح. تبارك الله خيرات قال لك عطاو 340 17000 درهم. خويا اش داير في السنه خويا؟ 8 سنين طارف في 9 سنين. 8 سنين طارف في 9 سنين. مرقد منين؟ سلا. الله يسهل وجبتي سير. قال لك عاطينو 17000 درهم 340 مرقد من سلا 8 سنين طالع في 9 سنين. شوفوا هذا البرقي تا هو. اش عطاوك هنا اخويا؟ مازال ما عطاوكش. مازال ما عطاوه. شوفوا عبد العالي. السلام عليكم. وسي عبد العالي كي داير ابا صحيبي بخير؟ كلشي مزيان؟ الله يسهل ويجيب التيسير. هادشي زين تبارك الله الله يبارك. اش داير في السنه هذا ابا صحيبي؟ خويا الله كيطلع الجموع. كيطلع الجموع اه نعم. الثمن شحال عطاوك فيها ابا صحيبي؟ 3 ملايين. جدع اللي مليت تا هو على حسابك؟ شحال عطاوك في جدع؟ عطاونا 170 خمسة الوريقات ديالك. جدع الوريقات ديال جدع. تبارك الله عاود عطاو فيه 3 ملايين.
هذا عود عدو 50 كيتسمى عود، عطاو فيه 170. ايوا نطلبوا من الله التيسير. وكاين شي نضوى عبد العالي تما شروط ديال الصحه خويا ياك اخويا يلا شروط كامله الله يسهل ويجيب التيسير الله يسخر اخويا هادي قال لك كاينه الشروط كامله ايوا نطلبوا من الله التيسير جميعا. هادي ديال عبد الغني واش عطاوك اخو عبد الغني؟ 520 على 26000 درهم سنان الحليب ياك اخو تبارك الله. اش حتكون عنده تقريبا عبد الغني؟ شي 20 شهر بحال عام و10 شهور تبارك الله. عنده هو عام و10 شهور تبارك الله عطاوه 520 بحال 26000 درهم. كاين هو تبارك الله. خويا اش داير السن هذا؟ طالع جمون. المرقد منين المرقد؟ عرجات. عرجات. شحال اللي تبتوا دابا في السوق اللي عطاوكم؟ 44. الله يسخر. والبيع شحال اخويا؟ مازال عمر تثبت وغنقول مازال ما ايوا نطلبوا من الله تيسير، زيد قدام، زيد. تبارك الله هادشي مليح تبارك الله. ومازال ما مازال ما قال لهم شحال نبيع نطلبوا من الله تيسير جامد. اخويا شحال عطاوك هنايا؟ شحال تبتي دابا؟ 320 اللي كاينه دابا. 320 والثمن ديال البيع شحال اخويا؟ باقي ما شنا راسنا بعد شويه باقي ما قلتي والو. بار 100%. بار 100% ياك اخويا الله يسخر لك. هذا بار قال لك عطاوه 320 ايوا نطلبوا من الله التيسير. المرقد ديالو من سلاح قال لك بار بس سي عبد الواحد ابو ما عندوش نوره انا ما سمعتش شحال عدو من عام شحال عدو من عام؟ عدو 5 سنين طالع في 6 سنين. ومن هنا نودعكم الاخوان تلاقاو ان شاء الله غدا في السوق ديال الاربعاء الكفاف ونطلبوا من الله التيسير والسلامه للجميع.